بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موعدنا في هذه المحاضرة مع الأسلوب الخامس من أساليب الإنشاء الطلبي، ألا وهو النداء. تعريف النداء: النداء هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف ناب مناب أنادي، يعني أنه أطلب من المتكلم أن يقبل علي بأي حرف، وهذا الحرف يمكن أن ينوب عنه كلمة أنادي. أدوات النداء ثمانية أو ثماني: الهمزة وأي ويا وآي وأيا وهيا ووا، يعني أن أدوات النداء هذه ثمانية: الهمزة وأي ويا وآي وأيا وهيا ووا. وهي في كيفية الاستعمال نوعان، أي تنقسم من حيث الاستعمال إلى نوعين: واحد، الهمزة وأي يستخدمان أو تستخدمان لنداء القريب، وبقية أدوات النداء تستخدم لنداء البعيد. مرة أخرى، الهمزة وأي تستخدمان لنداء البعيد، وباقي أدوات النداء تستخدم لنداء البعيد. وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر لا يغيب عن القلب، وكأنه ماثل أمام العين، كقول الشاعر: أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. وهناك شيء آخر، أنه قد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة وأي إشارة إلى علو مرتبته، فيجعل بعد المنزلة كأنه بعد في المكان، كقوله: أيا مولاي، وأنت معه، يعني شخص يخاطب سيده فيقول أيا مولاي وهو حاضر معه، للدلالة على أن المنادى عظيم القدر رفيع الشأن. أو إشارة إلى انحطاط منزلته ودرجته، كقولك: أيا هذا لمن هو معك، سخرية أو استهزاء بهذا الشخص، أو إشارة إلى أن السامع لغفلته وشرود ذهنه كأنه غير حاضر، كقولك للساهي: أيا فلان، شخص جالس معك وجدته ساه وغير حاضر الذهن معك، فتقول له: أيا فلان. وقول البارودي: يا أيها السادر المزور من صلف مهلا فإنك بالأيام منخدع. مرة أخرى نلخص هذا الكلام، نتكلم عن النداء وهو الأسلوب السابع من أساليب الإنشاء الطلبي، وهو النداء. والنداء تعريفه: طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف ناب مناب أنات. هذه واحدة. أدواته ثمانية: الهمزة وأي ويا وآي وأيا وهيا ووا. وهي هذه الأدوات تنقسم من حيث الاستعمال إلى قسمين: الهمزة وأي لنداء القريب، وباقي الأدوات لنداء البعيد. نعم. وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي، يعني يمكن أن ينزل شيء بعيد وحاول أن ينزله منزلة القريب فاستخدم الهمزة وأي اللتان تستخدمان لنداء القريب، إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه لا يغيب عن القلب، وكأنه ماثل أمام العين. قول الشاعر: أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. النقطة الأخرى: قد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة، إشارة إلى إما أن يكون إلى علو مكانته، كقولك: أيا مولاي، أو دلالة على رفعة شأنه، أو إشارة إلى انحطاطه ودنو منزلته، كقولك لشخص: أيا هذا لمن هو معك، أو إشارة إلى أن السامع لغفلته وشرود ذهنه كأنه غير حاضر، كقولك للساهي: أيا فلان. وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناه الأصلي مثل بقية الأساليب الإنشائية التي درسناها سابقا إلى معان أخرى مجازية تفهم من خلال السياق بمعونة القرائن. ومن أهم هذه المعاني الإقراء، نحو قولك: لمن أقبل يتظلم يا مظلوم،
وهو خائف، فأنت تشجعه وترغبه فتقول له تعالى يا مظلوم. الاستغاثة نحو يا لله للمؤمنين، وهذا استغاثة نستعيذ بالله سبحانه وتعالى لما حدث للمؤمنين. والندبة وهي معناها الحكمة أو الموعظة، نحو قول الشاعر فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل. والتعجب كقولك أو كقول الشاعر يا لك من قبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفر. والزجر كقول الشاعر أفؤادي أفؤادي متى المتاب ألم تصح والشيب فوق رأسي ألم. والتحسر والتوجع والتألم كقوله تعالى يا ليتني كنت تراب. وأيضا هناك على هذا المعنى وهو التحسر والتوجع قول الشاعر أيا قبر معي كيف وريت جوده وقد كان منه البر والبحر مطرعا. فهو يبكي معي هذا ويتحسر ويتألم ويخاطب البحر ويخاطب القبر كيف وارى هذا الشخص مع أن البر كل من في البر والبحر كان منتفع بجود هذا الشخص الذي هو معي. وهذا مبالغة في الأسى والتحسر والتألم والتوجع. والتذكر كقول الشاعر أيا منزلي سلمى سلام عليكما. فالشاعر يبكي أو يتذكر أطلال منزلي سلمى فيقول أيا منزلي سلمى سلام عليكما هل الأزمن اللاتي مضينا رواجع. هو يتمنى أن يرجع الزمن الذي كان يلتقي فيه مع أحبائه وأقرانه، ولكن هيهات هيهات. المعنى الثامن من المعاني المجازية للنداء التحير والتضجر، متحير متضجر لا يعرف إلى أين يذهب، نحو قول الشاعر أيا منازل سلمى. نفس الشاعر يقول ولكن بصيغة أخرى أو بشكل آخر أو بأسلوب آخر أيا منازل سلمى أين سلماك، أين سلمى التي كانت تسكن في هذه المنازل، من أجل هذا بكيناها وبكيناك، يعني بكينا هذه المنازل وبكينا سلمى. ويكثر هذا في نداء الأطلال والمطايا كما قلنا. المعنى التاسع والأخير وهو الاختصاص نحو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير لأجل بيانه، نحو قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ونحو قولنا نحن العلماء ورثة الأنبياء. وإما للتفاخر أيضا عندما يقدم الضمير يكون أيضا للتفاخر أنا أكرم الضيف أيها الرجل، وإما يكون للتواضع نحو أنا الفقير المسكين أيها الرجل. نعم، يبقى هذه تسعة معاني، هذه تسعة معاني مجازية خرج إليها النداء. نعيدها ونلخصها مرة أخرى. الإغراء قولك لمن أقبل يتظلم تعالى يا مظلوم. والاستغاثة نحو قولنا يا لله للمؤمنين. والندبة كقول الشاعر فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل. والتعجب كقول الشاعر يا لك من قبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفر. والزجر كقول الشاعر أفوادي متى المتاب ألم تصح والشيب فوق رأسي ألم. والتحسر والتوجع والتألم كقوله تعالى على لسان الكافر أو المعاقب يوم القيامة يا ليتني كنت تراب. وقول الشاعر أيا قبر معي كيف وريت جوده وقد كان منه البر والبحر مطرعا. وتذكر كقول الشاعر أيا منزلي سلمى سلام عليكم هل الأزمن اللاتي مضينا رواجع. والتحير والتضجر وعدم الاهتداء إلى طريق نحو قول الشاعر أيا منازل سلمى أين سلماك، من أجل هذا بكيناها وبكيناك. الاختصاص وهو يتقدم اسم ظاهر بعد ضمير لأجل بيانه، أو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير، يعني معناه أن يتقدم الضمير على اسم ظاهر، نحو قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ونحو قولنا نحن العلماء ورثة الأنبياء، أو قولك للتفاخر أنا أكرم الضيفة، أو للتواضع أنا الفقير المسكين أيها الرجل. تنبيهات، هناك تنبيهات مهمة يجب أن نعرفها ونوضحها لكي يستقيم الأمر. الأول يوضع الخبر
موضع الإنشاء لأغراض، أنه قد يوضع الخبر، يكون الخبر مكان الإنشاء لأغراض كثيرة منها أو أهمها التفاؤل نحو هداك الله بصالح الأعمال، كأن الهداية حصلت بالفعل فأخبر عنها ونحو وفقك الله. فهذا فقد وضعنا الخبر موضع الإنشاء هنا. الاحتراس عن صورة الأمر تأدبا واحتراما، يعني ممكن أن أستخدم الخبر مكان الإنشاء للتأدب والبعد عن استخدام صيغة الأمر التي تنافي الأدب والاحترام، نحو قولنا رحم الله فلانا، ونحو ينظر مولاي في أمري، بدل أن تقول له انظر في أمري أو ارحم فلانا فتقول له رحم الله فلانا وينظر مولاي في أمري ويقضي حاجتي. الموضع الثالث التنبيه على تيسير المطلوب لقوة الأسباب، كقول الأمير لجنده تأخذون بنواصيه وتنزلونهم من صياصيه، يبقى هذا تنبيه على تيسير المطلوب لقوة الأسباب. الرابع المبالغة في الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال، نحو قولنا وإذا أخذناكم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لم يقل لا تسفكوا بالنهي بأسلوب الإنشاء قصدا للمبالغة في النهي حتى كأنهم نهوا فامتثلوا ثم أخبر عنهم بالامتثال، يا هذا مبالغة في الطلب دلالة على أنهم أسرعوا وامتثلوا لما قاله الله سبحانه وتعالى. خمسة إظهار الرغبة نحو قولك في غائب رزقني الله لقاءه، إظهار الرغبة نحو قولك رزقني الله، بدل أن تقول ارزقني الله لقاءه تقول رزقني الله، دلالة والرغبة في هذا الأمر. على الجانب الآخر الموضع قد يوضع الإنشاء موضع الخبر، يعني الموضع الأول وضعنا الخبر موضع الإنشاء لأغراض بلاغية. النقطة الثانية أنه قد يوضع الإنشاء موضع الخبر لأغراض منها إظهار العناية بالشيء والاهتمام به، كقوله تعالى أو قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، لم يقل وإقامة وجوهكم، إشعارا بالعناية بأمر الصلاة لعظيم خطرها وجليل قدرها. يبقى هذا أول موضع من مواضع وضع الإنشاء موضع الخبر، أولا إظهار العناية، يعني أنا أظهر العناية بالشيء وأهتم به، كما في قول الله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم، بدل أن يقول وإقامة وجوهكم قال وأقيموا وجوهكم، بيانا للعناية اهتماما بأمر الصلاة لعظيم خطرها وجليل قدرها عند الله وعند رسول الله وفي الشرع. باء من مواضع وضع الإنشاء موضع الخبر التحاشي والاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق، كقوله تعالى قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، لم يقل وأشهدكم، تحاشيا وفرارا من مساواة شهادتهم بشهادة الله سبحانه وتعالى، يعني لم يرد أن يساوي بين قال إن أشهد الله بين شهادة الله وشهادة العباد في هذا الأمر. الموضع الثالث نقطة أخرى وهي نقطة ثالثة، أنه قد يستعمل كل من الأمر والنهي والاستفهام في أغراض أخرى يرجع غير الأغراض التي ذكرناها سابقا في الدروس الماضية، يرجع إلى إدراكها أو في إدراكها إلى الذوق الأدبي، ولا يكون استعمالها في غير ما وضعت له إلا لطريقة أدبية أو لطريفة أدبية تجعل هذا الاستعمال مزية يرتقي بها الكلام في درجات البلاغة. ألخص هذا الأمر في هذه التنبيهات أنه عندي ثلاث تنبيهات، الأول أنه قد يوضع الخبر موضع الإنشاء لأغراض كثيرة أهمه التفاؤل نحو قولك هداك الله لصالح الأعمال، أو كان في هذا المثال كأن الهداية حصل بالفعل فأخبرت أنت عنه. النقطة الثانية أو الموضع الثاني الاحتراز عن صورة الأمر تأدبا واحتراما نحو رحم الله فلانا وينظر مولاي في أمري ويقضي حاجتي. رقم ثلاثة التنبيه على تيسير المطلوب لقوة الأسباب، كقول الأمير لجنده تأخذون بنواصيهم وتنزلونهم من صياصيه، والمبالغة في الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال نحو وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لم يقل لا تسفكوا للنهي ولكنه قصد المبالغة في الطلب. خمسة
إظهار الرغبة نحو قولك أو نحو قولك في غائب رزقني الله لقاءه. هذه النقطة الأولى وتحتها بعض العناصر. النقطة الثانية أنه قد يوضع الإنشاء موضع الخبر لأغراض كثيرة، منها إظهار العناية بالشيء والاهتمام به كقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد، لم يقل وإقامة وجوهكم إشعارا بالعناية والاهتمام بأمر الصلاة لأعظيم أمرها في الدين، بل التحاشي والاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق كقوله تعالى قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لم يقل وأشهدكم تحاشيا وفرارا من مساواة شهادتهم بشهادة الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة والأخيرة أنه قد يستعمل كل من الأمر والنهي والاستفهام في أغراض أخرى غير التي ذكرناها، والحاكم والضابط لذلك هو الذوق والمزية التي يرتقي بها الكلام في درجات البلاغة.